على استعداد بإذن الله تبارك وتعالى. يا شيخ، سياق سردته كيف يعني، كيف كانوا متعلمين يعني عمر بن الخطاب سمعت من ربك الأعلى وإكرامه؟ جميل. عمر بن الخطاب لم يكن أميا. عمر بن الخطاب تعلم عند أخواله، وكان والد عمر بن الخطاب من أشد أهل مكة قساوة. كان إذا خرج عمر لراعي الغنم شدد عليه والده، قيل أنه كان يخرجه في الليالي ذات الظلمة بغير حارس ولا بعير ولا نار، يعلمه القساوة. فكان والده قاسيا جدا جدا على عمر، بل إن عمر كانت التي تحن عليه خالته، أما والده لم يكن حنونا على عمر. وكان عمر دائما يسألونه: يا عمر، من أين أتيت بهذه الشدة؟ قال: من والدي. كان شديد عمر. عمر لم يكن عاطفيا، وإنما كان منطقيا، ولكن القرآن لين عقله وقلبه. فسبحانه جل جلاله. سألتك من أين اكتسب؟ من البادية. لم يكن آنذاك أميا عمر. وابنته وزوجها؟ هو الآن رواية أن عمر وأد ابنته، الرواية ضعيفة، لم يثبت عن عمر أنه وأد ابنته. بعض الروايات، كثير من الناس منتشرة، أن عمر قتل ابنته وهي حية، وهذه غير صحيحة. نعم. طيب أيها الأحبة، ربما يكون غالبا كما يعني بيّنت اليوم دائرة الإفتاء في السعودية أن رمضان يوم الأربعاء، وأيام قلائل ربما تفصلنا عنه أربعاء أو خميس، ولكن أيها الأحبة، كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم رمضان؟ وكيف استقبل الصحابة رضوان الله عليهم رمضان؟ يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. لم يقل فتحت أبواب الجنة، قال الجنان. وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. بل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هلال رمضان، وهذه أول سنة يفعلها المسلم، إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا. بماذا؟ بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. فلذلك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إخواني، أربع أيام تفصلنا عن رمضان، ولكن رمضان أيها الأحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل ليلة عتقاء من النار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنفه، خاب وخسر، من أدرك رمضان ولم يغفر له. بعض الناس يظن أن الغاية من رمضان أمتنع عن الصوم والشراب. لا، إن لله ليس لنا، ليس بي حاجة أن يدع أحدنا صومه أو شرابه، طعامه أو شرابه، بل إن أحدنا قال: لعلكم تتقون. لن تتحقق التقوى الحقيقية إلا بالصوم. لذلك قالوا: الصوم جامع العبادات، خلاء للبطن وغض للبصر وعدم سماع للمحرمات وعدم تذوق للنميمة والغيبة وعدم مشي للحرام. لذلك إذا كان رمضان كأيامنا المعتادة، ولكن الفرق فيه أننا نصوم، هذا رمضان خاسر لمن كان رمضان ذلك بالنسبة له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فرح وبشر أهله. متى يبدأ
دخول رمضان. إذا غربت الشمس وأعلنوا غدا رمضان، تبدأ من غروب الشمس، أنت دخلت أول ليلة من ليالي رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. البعض يظن أن قيام رمضان صلي مع الإمام التراويح وخلاص، بل يعني كما تعودنا في مساجد عمان وفي غيرها، وإن شاء الله أنها مش موجودة عندكم، بعض المساجد ترى أن المصلين بيصلي أربعة العشاء وبيطلع برا استراحة، بكيت دخان، خلص ارجع صلي ركعتين استراحة كروز دخان ارجع على الوتر. هذه مأساة. وبعض الناس بيصلي أربعة وخلص بكفي كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف، أي خلص الإمام، كتب له قيام ليلة. الرجال قد ابتلاهم الله بالدخان، لازم كل ركعتين يطلع يدخن سيجارة، والنساء قد ابتلاها الله عز وجل باللسان، لذلك المرأة يستحيل أن تجلس أكثر من ركعتين دون أن تتكلم مع جارتها إلا ما رحم ربها. ولذلك لا بد في رمضان أن نحافظ على كينونة رمضان. ما معنى رمضان أيها الأحبة؟ السؤال لكم، ما معنى رمضان؟ رمضان من الرمضاء، أي شدة الحر. كذلك هذا لغويا في قاموس المحيط، رمضان من الرمضاء. طيب وتفكريا، ها؟ قالوا الراء رحمة ورضوان من الله للصائمين، والميم مغفرة للمقصرين والمذنبين، والضاء ضمان الجنة للعابدين، والألف أمان من النار للناس أجمعين، والنون والنون نون الجماعة، النون جنة رب العالمين. انظر يا أحبة رمضان التفكر. لذلك يبدأ رمضان من أول ليلة، ثم ماذا؟ تبدأ بخدمة جديدة مع كتاب الله تبارك وتعالى. والله يا أحبة بجوز البعض يقول: يا أخي معقول كان يختم القرآن؟ رمضان اجعل لك ورد. لا نريد أن نقرأ القرآن قراءة جرائد، البعض يقرأ القرآن ولا يفهم، نريد أن نقرأ ونفهم. لماذا لا تجمع أسرتك وأهلك وأولادك وابدأ معهم كل يوم تفسير آية واحدة تفهمها وتفهمها؟ لذلك نريد أن يكون رمضان غير رمضان، تعاون بين الزوج والزوجة والأولاد. لذلك البعض أيها الأحبة على سبيل الدعابة، كنت في الحرم فكان بجانبي رجل يقرأ القرآن، فمسك المصحف وأخذ يقرأ القرآن، فإذا به ينام زي أخونا حكيم ينام، فإذا به ينام هكذا، ثم يستيقظ فيفتح صفحة جديدة، ثم ينام يستيقظ يفتح صفحة جديدة. لا نريد أن نقرأ القرآن ونحن نائمون، نريد أن نقرأ القرآن ونحن مستيقظون. لذلك اجعل لك وردا في القرآن، ثم قبل السحور صلي ركعتين لله: ينزل الله، اذكر الله، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، هل من داع فأستجيب له. اللي بده الرزق، اللي بده الأولاد، اللي بده المال الحلال، اللي بده الصلاح لأولاده، اللي بده الصلاح لبناته، اللي بده التوفيق لبناته، اللي بده الصلاح لزوجته، اللي بده يكون من أهل الجنة، يقول الله عز وجل: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر، هل من سائل فأعطيه، بس رفعت إيدين ثم تصلي الفجر.
ويبدأ النهار. البعض يا أخواني ينام على صلاة الفجر طول الليل شدة حلويات هريسة بسبوسي شاي طالع قهوة جاي صلينا الفجر توكلنا على الله ناموا متى الاستيقاظ يا مرض بتصحينا بعد صلاة العصر الساعة 6 الساعة 5 بصحي اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. وين صمت وين آمنت وين على رزقك أفطرت وإذا جابت المرأة صنف شوربة أفريكا ولا رز أوف الله أكبر هذا بس بتلاقي موائد المسلمين يا أخواننا بتكفي شعب بورما كامل. وكم بوكل الإنسان شيء بسيط وبعدين عزبانة يلا أو شو في لك واحد لله البواقي من الطعام. لا يا أحبة ليس هذا رمضان. اسمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان يصلي الفجر مع أصحابه ويجلس معه إلى الشروق يذكر ربه، فإذا أشرقت الشمس قال للصحابة قولوا اللهم اجعل تلك الشمس شاهدة لنا لا علينا. وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى العمل. عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما في مكيف، ما في سيارة مكيف، ما في مكتب وكمبيوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يعمل؟ في التجارة والزراعة. كان الصحابة يحرثون الأرض والعرق في المدينة ومكة، فإذا جاءت ظهيرة ذهبوا إلى الصلاة. ثم ماذا فعلوا؟ قال قرأوا واستمعوا ثم ذهبوا إلى العمل. فإذا جاء العصر ذهبوا إلى بيت الله وأخذوا يعكفون على قراءة القرآن. فإذا قرأ القرآن وأذن الأذان أفطر وذكر الله تبارك وتعالى وصلوا خلف إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الله عز وجل لي أول عام أن أكون في أبها في السعودية، وعندهم شيخ يقال له الحواشي. هذا الرجل قال عنه الناس أهل العلم هذا من باقي السلف، يختم القرآن كل يوم في المصلين كل ثلاث أيام مرة، كل ثلاث أيام. أنا تورطت وصليت عنده قال الله أكبر صلاة العشاء. قلنا الآن الشيخ الله يجزاه خير قالوا ما شاء الله عنده. صلينا العشاء، بدأت صلاة العشاء عندهم 9:16 خلص التراويح على 4:13 والله هذاك يوم هذا يوم ما عدتهاش. هذا الرجل كل ثلاث أيام يختم القرآن. أنا قلت هذا المسجد مستحيل، يعني حتى حطيت عليه عندي يعني ما تجيش عليه هنا. لكن هذا الرجل وهذا المسجد يا أحبة توقعوا من الذي يأتي أكثر زوار هذا المسجد والذين يصلون مع الشيخ من كبار السن والأحجزة. 80% من رواد الشيخ عجم وليس عرب. لذلك يا أحبة هؤلاء تذوقوا القرآن. طيب إحنا والله لو الإمام يطول شوية، اليوم التراويح بنتبلش على 10، تخيل لو الإمام طول شوية بنط واحد من غاد يا شيخ طولت. طيب ثاني يوم قصر الإمام، الله أكبر يا شيخ شو سلكنا سلك، طول شوي الشيخ، هدي شوي، خفف شوي، حيخلص رمضان وإحنا شيخ طول شيخ قصر. ليش؟ لأنه أول ما نقول الله أكبر عقلنا شو بدنا نتسحر، المرأة شو بدها تطبخ بكرة، بخلص الإمام السلام عليكم ورحمة الله، دفعنا فاتورة الكهرباء، السلام عليكم ورحمة الله، بدي أعبي من غاز تيشي. القلوب مش مع الله، القلوب مش مع الله. الإمام بيقول ولا الضالين آمين. ليش؟ لأنه الكرشة ملانة، الكرشة ملانة يا أحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لهوائك. إحنا ضلك عبي في الكرشة، عبي في الكرشة حتى يطلع مصرانك، فيش هواء. هذا ليس رمضان يا أحبة، هذا كلام. أكثر قسم بيشتغل في رمضان في المستشفيات قسم الباطن، مرس
تلبك معوي. ليش؟ كل قطايف على فاصوليا على رز على حلويات حطي لبني معركة بس وتأخذ. والله يا أحبة هذا ليس رمضان. السلف رضوان الله عليهم كان لهم في رمضان ذوق آخر. إذا صام في النهار تذكر الفقراء، تذكر رمضان، تذكر يوم القيامة يوم يقف الناس يوم المحشر حفاء عراة غرة الميامين. قال يتذكر ذاك الموقف. وإذا غربت الشمس تذكر رحمة الله تبارك وتعالى. وأنت تريد أن تأكل التمر تتذكر أن الله رحمك وخلاك تفطر. لذلك لا بد أن نتفكر أيها الأحبة ثم نبدأ بالسنن. رمضان هذا لا بد أن يختلف. من كان عاصيا لله فليتب إليه، ومن كانت مذنبة إلى الله فلتتب إليه، ومن كان الزوج والزوجة والأولاد ليست أسرة مع الله فلتبدأ مع الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قال يا عائشة ماذا صنعت لنا إفطار؟ قالت يا رسول الله ما صنعت لك إلا إدام ماء مع زيت. قال نعم الإدام. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفطر إدام. تخيل لو سين من الناس بدون ذكر اسم يدخل على المرأة شو اليوم عم يفطر؟ والله خلص الغاز ومجدري إيش والطبخة انحرقت والأولاد غلبوني فنسلك حالنا هسه بتمر إن شاء الله للمغرب بنصور شو؟ إذا كان هو من الأسود إذا بقي أسود يعني ربما تذهب إلى بيت أهلها. أما إذا كان زيه وزي حالاتنا وغيرنا أرانب سمعا وطاعا إن شاء الله لا بأس إن شاء الله. لكن إيش؟ ليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذاك يا أحبائي رمضان 4 أيام ويأتي، نريد أن نفتح صفحة جديدة مع رمضان، وسيكون ديدننا في هذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. سيكون عندنا 3 مسابقات. المسابقة الأولى حفظ سورة، لا نريد حفظها فهمها، سورة وضعنا سورة صغيرة يسهل على الجميع حفظ هذه السورة، وللأطفال ولأبناء سورة وللنساء سورة. ثم المسابقة الثانية سيكون عندنا كل يوم قصة صحابي دقيقة تعرف على هذا الصحابي. احنا بنعرف ريال مدريد وبرشلونة وبنعرف مارادونا وبنعرف مجدري مين كمان ميسي، وبنعرف احنا الان كمان يعني المغنيين والمغنيات واخر فيلم وفي هذا ألبوم جديد نزل لعبد الحليم بعد ما ماته. فلذلك بدنا نتعرف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسابقة الثالثة أيها الأحبة مسابقة ورقية، فيها كل يوم ماذا تفعل في رمضان، وفي نهاية الأيام أسئلة أجب عليها. فلذلك نحن في هذا المسجد وآخر 10 أيام أبشركم أنا نايم في المسجد، فاللي حابب إنه يظل معنا ويكسبها بإذن الله تبارك وتعالى شد المئزر وأيقظ أهلك. جميل يا أخي أنك تحيي أنت وزوجتك وأولادك العشر الأواخر من رمضان لأنها أيام فاضية. ولذلك يا أحبة أقول إذا دخل علينا رمضان وطلع علينا رمضان وإحنا كما نحن تلك خسارة، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا يا رب العالمين. قولوا آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. وأفتح مجال للأسئلة أو الحوار لمن